الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياة، وحلقة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. ناس كتير بتعاني من مشكلة اعوجاج وبروز الأسنان، وده طبعا بيسبب لهم إحراج وبيسبب لهم أزمات نفسية. غير كده كمان بيسبب لهم مشكلة في مخارج الألفاظ ومشكلة في مضغ الأكل. عشان كده النهاردة احنا هنتكلم عن التقويم وعن ايه هي احدث الاساليب اللي توصل لها طب تجميل الاسنان في التقويم، مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة استاذ دكتور عادل صلاح الدين، استشاري جراحة الفم والاسنان والفكين ودبلوم زراعة الاسنان جامعة بيرن سويسرا وعضو الجمعية العالمية لتقويم الاسنان. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا. في البداية دكتور كنت عايزة اسأل حضرتك عن ايه هي احدث اساليب التقويم في الفترة الحالية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، هي موضوع تقويم الأسنان موضوع ناس كتير بتخاف منه عشان الشكل، وعشان بيبقوا متخيلين ان هو مؤلم وان في مشاكل كتير جدا. النقطة اللي نحب نوضحها ان اولا تقويم الأسنان مفيش فيه اي نوع من انواع الألم، لان ما بيبقاش فيه اي نوع من الحفر او التغيير لشكل الأسنان، غير ان احنا بنركب قطعة معينة على الأسنان وبنوصل القطعة دي بواير بسلك معدني، بنقدر من خلاله ان احنا نرجع الاسنان ونعيد انتظامها للشكل اللي يدينا، او للوضع اللي يدينا الشكل والوظيفة المثالية. يعني غير مصحوب بالألم يا دكتور؟ لا ما فيش اي ألم نهائي الحمد لله. بالنسبة للأحدث، هو التقويم المتعارف عليه اللي هو الشكل المعدني، واللي للأسف غير محبب لكتير من المرضى خصوصا الفتيات والسيدات. أكيد. الأحدث دلوقتي ان القطع المعدنية دي اللي هي بنسميها البريسز، بنقدر ان احنا نستبدلها بقطع مصنعة من الخزف او من البورسلين. البورسلين طبعا لونه بيبقى بلون الأسنان، فده بيدينا شكل جمالي أحسن. والأحدث من البورسلين ان احنا بقينا نشتغل بالكلير بورسلين او الكلير سيراميكس اللي هي بتبقى لونها شفافة، فبتبقى عدمة اللون. ده طبعا بالإضافة إلى أن الواير نفسه اللي بيوصل الأسنان ببعضها بنقدر نستخدم أسلاك بتبقى مغطاة بطبقات بلون الأسنان، فأصبح عندنا البراكت عديم اللون وأصبح عندنا الواير بلون الأسنان، فالمنظومة كلها بتبقى تقريبا مش باينة. طيب يا دكتور، أنا كنت عايزة أعرف إيه هو الفرق بين زراعة الأسنان والتركيب، ومين فيهم أحسن؟ إيه الأحسن؟ في البداية التركيبات الثابتة بيبقى فيها نوعين. لو ثبتنا التركيبة على الأسنان الطبيعية بتاعت المريض، في الحالة دي ده بيسمى كوبري أو جسر. لو قدرنا ان احنا نثبت التركيبة بتاعتنا على جذور صناعية، الجذور دي بتبقى مثبتة في عظام الفك، ده بنسميه زراعة الأسنان أو غرس الأسنان. كل واحد ليه مميزاته. طبعا غرس الأسنان أهم ميزة فيه ان احنا ما بنضطرش ان احنا نعمل أي تعديل أو تركيب على الأسنان الطبيعية، بالإضافة أن احنا بنقدر نستخدمه لما يكون ما عندناش سنان طبيعية أصلا، أو الأسنان الطبيعية اللي موجودة غير قابلة للتركيب عليها لأي أسباب صحية. هي بتتبرد بقى يا دكتور ولا بتتخلع السنة بقى الأصلية لو هي مش صالحة أن احنا نقدر نركب عليها كراون أو كده؟ لو احنا هنشتغل بتقنية غرس الأسنان لا بنخلعها ولا بنغير فيها خالص، احنا كل تعاملنا بيبقى مع عظام الفك نفسها. أوكي. بنعمل فتحة صغيرة في اللثة بنقدر من خلالها نوصل لعظم الفك، وفي عظم الفك بنعمل دريل او بنعمل مجرى معينه بنثبت فيها الغرسه بتاعتنا او الجدر الصناعي. جميل. بعد ما بيتم تكاثف للعظام حوالين الجدر الصناعي دي، ودي بتبقى في فتره بتتراوح ما بين 3 و4 شهور، بنقدر ان احنا نحط عليها او نركب عليها التركيبه الثابته بتاعتنا، يعني ما فيش اي تعامل مع الاسنان الطبيعيه. تمام. ده بالنسبه للزراعه. بالنسبه للتركيبات الثابته، احنا ما بنتعاملش بقى مع عظام الفك نهائي، بيبقى كل تعاملنا مع الاسنان الطبيعيه اللي موجوده، بيبقى خارجي بقى، بيبقى خارجي. بيبقى التعامل خارجي، وبيبقى بنقدر ان احنا عن طريق مقاسات معينه وتعديل في شكل الاسنان بنعمل كوبري بيبقى مثبت على الاسنان الطبيعيه، وبيبقى ما بينه الاسنان الصناعيه اللي بنستعوض بيها الاسنان المفقوده. جميل. في ناس كتير يا دكتور قلقاها فكره انا ضحكتي صفراء، انا بضحك ضحكه مش عجباني، او انا عندي الناب ده مثلا مضايقني او شكله مش حلو. فانا كنت عايز اعرف ايه هي احدث التقنيات اللي ممكن يكون الطب توصل لها في تجميل الاسنان. هو تجميل الاسنان طبعا بقى برانش كبير قوي دلوقتي، وفي تقنيات كتيره جدا. طبعا احدث حاجه فيها اللي هي الهوليود سمايل او ابتسامه هوليود. جميل. ودي ابتدت باول حاجه كان اسمها الفينيرز، ودي كان ليها سمك معين، هي بتبقى عبارة عن طبقات خزفية سمكها بيتراوح ما بين 4 إلى 5 من الملي، بتتركب بطريقة معينة على السطح الخارجي للأسنان. دي من خلالها بنقدر نعدل الشكل والحجم واللون، وأحيانا بعض الوضعيات بتاعة الأسنان، وبصورة
مستديمة. جميل. ظهر يعني هي اقرب لللانسز كده، يعني هي حاجة شبه اللانسز بالظبط، بس دي بتتثبت بصورة مستديمة. في بعد كده ظهر اللومينيرز، وده الميزة اللي فيه ان هو بيبقى السمك بتاعه اقل، يعني بيوصل لغاية 2/10 من الملي، وده ما بيحتاجش ان احنا نبرد من الاسنان او نغير من شكل السطح الخارجي بتاعها، اكتر من ان احنا بناخد المقاس وبعد كده بنصنع القشور دي وتتركب بصورة مستديمة عليها. حلوة جدا. طيب انا كان عندي سؤال بقى عن الاطفال. طبعا الاطفال بتخاف جدا جدا من اي حاجة ممكن تقرب منها، يعني مش بس دكتور السنان او مش فكرة السنان بس، فحضرتك طبعا يعني انا عايز اعرف بتتعامل ازاي مع الاطفال، وايه الحاجة اللي انت ممكن تقدر تقدمها للطفل عشان يقعد هادي وكويس كده على الكرسي ويشتغل الشغل وهو ساكت، هو في والستات اللي بتخاف كمان يا دكتور. هو في البداية طبعا احنا في كلاس لطب وتقويم الاسنان بننتهج منظومة خاصة جدا للتعامل مع الاطفال، بداية مش من العلاج لكن بداية من دخولهم السنتر عندنا، ان احنا عاملين لهم منطقة استقبال خاصة بتتناسب مع عقلياتهم ومع عالمهم الخاص، ليهم منطقة يلعبوا فيها بحيث ان احنا زيارة طبيب الاسنان تبقى بالنسبة لهم اقرب الى زيارة البارك، مش رايح يتعالج. انا شايفه السيت اب كان حلو قوي، عنده منطقه يلعب فيها، بالظبط منطقه بيلعب فيها، عنده ال سي دي بتاعه بيعرض له افلام الكرتون بتاعته. جميل. بالاضافه الى ان احنا عاملين قسم خاص للاطفال، حتى الاجهزه اللي فيه ما فيهاش اي شكل طبي، هي كلها عباره عن الشخصيات الكرتونيه المحببه للاطفال، بارني وتوم وجيري، يعني بطريقه معينه بحيث ان احنا بننقله من عالم الرهبه الى عالم المرح، فنقدر ان احنا نعمل له العلاج بتاعه من غير ما يحس انه اتعالج اصلا. جميل. وطبعا من غير ما بنديله بقى ما بنضطرش ان احنا ننيم الطفل او اي حاجه من الحاجات، ما ندخلش اي كلام، لا لا لا، احنا بنتعامل معاه مع شخصيته المباشره، لان احنا هدفنا في كلاس لطب وتقويم الاسنان ان احنا بنعالج الانسان قبل الاسنان. حلوة جدا. للأسف يا دكتور وقت فقرتنا انتهى، بس ان شاء الله هنكرر الفقرة دي كتير وهنستفيد من حضرتك كتير. خلصت فقرتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن أحدث التقنيات في تقويم الأسنان وكمان أحدث الطرق لتجميل الأسنان، وكان شرفنا النهاردة الدكتور عادل صلاح الدين استشاري جراحة الفم والأسنان والفكين، دبلوم زراعة الأسنان جامعة بيرن سويسرا، وعضو الجمعية العالمية لتقويم الأسنان. انتظرونا بعد الفاصل وفقرات كتيرة ومميزة من برنامجكم طبيب الحياة. شكرا. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة الحياة، برحب بحضراتكم في فقرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. ضعف النظر وأمراض الشبكية في العين بتكون من أخطر الأمراض اللي بتكون في العين، بسبب مشاكل كتير جدا، بيكون ليها تأثير من مرض السكر، يعني السكر بيأثر على العين بشكل عام، الناس مش عارفة السبب إيه، مش قادرين يتعاملوا مع السكر أو يتعاملوا معاه زي ما قلنا كتير قبل كده إن هو أسلوب حياة، فخلاص لازم نتعامل مع مرض السكر، بيتم الإهمال فبالتالي بيأثر على العين، وللأسف ما بيكونوش رابطين بين الاتنين وبعض، وبيسبب ده في الاخر لا قدر الله ليه فقدان في البصر يا احمد، وبرده مش قادرين يحددوا ان ده من مرض السكر. الحقيقه رنا الاهتمام بالسكر مش الاهتمام بمرض السكر بس، من الحاجات المهمه جدا هو الاهتمام بشبكيه العين، لان مرض السكر حتى لو كان مظبوط ليه تاثير دايركت ومباشر على شبكيه العين. عاوزين نتكلم النهارده بالتفصيل ازاي شبكيه العين ممكن تتاثر بمرض السكر، وايه المستقبل بتاع الحقن الدوائي اللي حقق طفره كبيره جدا في علاج الموضوع ده. خلينا نتكلم بالتفصيل ونرحب بضيفنا اللي منورنا القيمه العلمية كبيرة في طب وجراحة العيون الدكتور عمر برادة، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة الأصل العيني، زميل الكلية الملكية لطب وجراحة العيون بلندن، زميل البورد الأوروبي لطب وجراحة العيون بباريس، زميل معهد الجراحات الدقيقة للعين ببرشلونة. منورنا دكتور عمر. منورك يا أحمد، متشكر. وحشتنا جدا. وحشتنا جدا، خصوصا انت غبت عننا فترة كتير جدا، عارفين انت يعني مشغول بالمؤتمرات الدولية، بس برضو يعني مفتقدينك الفترة دي. يعني لما تسافر نيجي لك المطار ناخدك، يعني مش مشكلة، بس يعني سافر وحطنا في الجدول أو ياخدنا معاه بره. انتوا تيجوا معايا أي مكان. ربنا يخليك يا دكتور عمر. منورنا دكتور. مسيرا. دكتور في البداية عايزين نعرف ونعرف المشاهدين تأثير مرض السكر على العين، يمكن زي ما قال احمد ليه تاثير مباشر، مع الاهمال بيبقى ليه تاثير مباشر ومضاعف وبشكل وحش جدا.
هي انا برضو هشرح كالعاده في بدايه الفقرات على ايه هو مرض السكر. تمام. مرض السكر ده مرض مزمن، المشكله الاساسيه فيه ان هو بيبقى فيه نقص في الهرمون اللي بنسميه الانسولين اللي مسؤول انه يدخل السكريات اللي هي الوحده الحراريه اللي كل الجسم بيحتاجها عشان يعرف انه يشوف شغله بشكل مظبوط من جوه، بيطلعها او يدخلها من الشعيرات الدمويه او الاوعيه الدمويه لداخل الخليه. فاللي بيحصل ان السكر بيتراكم جوه الدم. الشعيرات الدمويه جوه الدم بالظبط، وده بيسبب او بيؤدي ان الشعيرات الدمويه او الاوعيه الدمويه دي انها تبوظ، يبتدي ياثر على عده اعضاء في الجسم، اهمها العين والاعصاب والكلى والجسم كله الحقيقه. وفي نوعين من مرض السكر، في مرض في النوع الاولاني اللي هو الوراثي، ده بيجي في الاطفال في سن صغير، وفي تاني بيبقى مكتسب، ده بيجي في سن متقدم شويه في الاربعينات او الخمسينات. وفي كلتا الحالتين النتيجه النهائيه هو انه بيأثر على الجسم كله، وطبعا النهارده احنا هنركز في الجزئيه بتاعت العين. بالظبط. تاثيره على شبكيه العين ده بيبقى ازاي بالظبط؟ هي الشبكيه برضو، الشبكيه ده اهم نسيج عندنا في جوه العين، هو ده النسيج اللي مسؤول عن الرؤيه. يعني كل العين بكل الاجزاء بتاعتها بتخدم على نسيج الشبكيه ده عشان نعرف ان احنا نشوف الدنيا كلها. اللي بيحصل انه زي الصوره اللي معانا دي يا دكتور؟ بالظبط، ده دي صوره توضيحيه للعين كلها. الشبكيه هو النسيج اللي احنا بنتكلم عليه، هو النسيج الاحمر اللي مبطن العين من الداخل، واللي هو اللي بيلقط الضوء ويخلينا نعرف ان احنا نشوف. بيلقط الصوره كلها. بيلقط الصوره كلها. تمام. فالنسيج ده لو باظ نتيجه اي شيء ومن ضمنهم مرض السكر، حده الابصار عند المريض بتتاثر بشده. هنا برضو تأثر الشبكية هنا عشان تأثر الأوعية الدموية بتاعت الشبكية؟ بالظبط، هو الشعرات الدموية اللي موجودة الدقيقة خالص اللي في نسيج الشبكية بتبوظ، ويبتدي إن المكونات اللي موجودة في الدم إنها تطلع من جوه الشعرات الدموية إلى نسيج الشبكية نفسه وتبوظ هذا النسيج، وده يترجم إلى المريض يشعر بإيه بقى؟ يشعر بإيه المريض؟ هنا مريض عنده سكر وبدأ يتأثر الشبكية، إيه شعوره؟ المريض هي المشكلة في السكر إن هو مرض دمه تقيل جدا الحقيقة. دي صورة برضه يا دكتور، إيه الصورة يعني بتوضح إيه؟ دي صورة بتوضح بعض التغيرات اللي بتحصل. إحنا قلنا إن إحنا عارفين إن الدم مكون من كرات الدم الحمراء، مكون من دهون ومن بلازما، واللي بيحصل إن الجدار بتاع الشعرات ده يبتدي إن هو يبوظ نتيجة تراكم السكر جواه، ويبتدي إن الدم نفسه والبلازما والدهون إنها تترسب جوه النسيج الشبكيه وتخليه يبوظ. يعني تطلع من الوعاء الدموي، تطلع من الشريان. بالظبط، وده اللي بنسميه ارتشاح او تورم في نسيج الشبكيه، واحيانا ممكن يؤدي الى نزيف في نسيج الشبكيه وفي التجويف اللي موجود في الجزء الخلفي من العين اللي بنسميه الجسم الزجاجي، دي في المراحل المتاخره خالص. بس المريض السكر بيبتدي يحس بالتاثير السكر على عينه بالتدريج، وهي دي المشكله، لانه لو حصلت مشكله في وقت قصير جدا العين ممكن ان هو ياخد باله منها. ولكن التغيرات البسيطة الصغيرة اللي بتحصل على مدى سنوات طويلة ممكن العيان اللي مش مركز والعيان اللي مش بيتابع ما يحسش بالتغيرات دي لحد ما بنوصل لمراحل متأخرة سيئة صعبة في العلاج الحقيقة. اللي هو بيحس بيه، بيحس أولا أن حدة الإبصار، قدرته أنه يرى الأشياء ما بقتش زي الأول. يعني يقول لك وانا راكب العربيه او انا سايق مش عارف اشوف اليوفط اللي بعيد عني، مش قادر يحدد تفاصيل زي الصوره دي كده، دكتور دي العتامه، عتامه موجوده كده. بالظبط، هو بيحصل زغلله في العين ويحس ان في حتت من الصوره وقع مسوده. ده نتيجه النسيج نفسه ما عادش زي الاول. بالظبط، ده نتيجه الارتشاح او التورم الموجود في اجزاء من نسيج الشبكيه. وطبعا لما زي ما قلنا لما بيوصل للمراحل المتاخره ويحصل نزيف، ده طبعا العيان بيفقد بصره، يعني بيحس ان هو في لحظه كان بيشوف بالعين واللحظه اللي بعديها مش عارف انه يشوف بالعين. طبعا احنا ما بنتمناش ابدا ان احنا العيانين يجوا لنا في المراحل المتاخره دي، وان هم يختبروا نفسهم في البيت، ان هو يغمض عينه الثانيه ويشوف لو في حاجه جزء من الصوره واقع او مزغلل، يعرف ان ده ممكن يكون نتيجه السكر اللي هو بيعاني منه. يعني المريض لو عنده سكر فلازم دايما يكون رابط ما بين مرض السكر واي حاجه في عينيه. طبعا ده بالتاكيد. تمام. طيب ندخل على طرق العلاج، يعني احنا اتكلمنا المريض بيحس بايه او الاعراض بتكون ازاي، ازاي بقى هيتعالج؟ ازاي هيتعالج؟ طبعا الوقايه خير من العلاج. طبعا. المفروض ان مريض السكر ده ان هو يعود نفسه من وقت ما بيتشخص ان هو عنده سكر، ان كان
النوع الاول اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيجي في سن صغير او المكتسب اللي بيجي في سن متاخر، بان هو يتابع مع دكتور العيون بتاعه بشكل دوري، لانه التغيرات اللي بتحصل دي لما بنلقطها بدري بنعرف نعالجها دلوقتي في 2017 بنعالجها بطرق كويسه خالص الحقيقه. ايه هي الطرق دي؟ الجديد هو الحقن الدوائي، وده هنتكلم فيه بالتفصيل. العلاج الكلاسيكي اللي لسه بيلعب دور احيانا في علاج الاعتلال الشبكي السكري هو الارجن ليزر او علاج الشبكيه بالليزر. وده بنستخدمه في الحقيقه في المراحل المتاخره شويه عشان نمنع حدوث هذا النزيف. احيانا لو العيان بيجي لنا، وده بنشوفه الحقيقه في مصر كتير، ان العيان كتير ما بيكونش عنده فكره او ما عندوش وعي طبي كافي ان هو يروح للدكتور بتاعه ويقول لنا بعد ما النزيف اللي جوه، متخيل ان العين لازم تقف خالص عشان يبتدي يروح للدكتور. هو 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 فاكر ان هو لما بيكبر في السن ان من الطبيعي ان نظره يضعف شويه، تضعف. دي مش حقيقه. طالما ان كل الاجزاء بتاعه العين شغاله، ما فيهاش، مش مصابه باي نوع من اي مرض من الامراض اللي بتصيب العين، يقدر العيان انه يشوف 6 على 6 لحد ما يتم 100 سنه. فموضوع مش انا كبرت وانا سني كبر فده طبيعي، لا، العين بتشتغل بكل كفاءه لحد اخر يوم طالما انت مهتم، طالما انت مهتم وبتتابع مع الدكتور بتاعك. تمام. المراحل المتاخره بقى لو حصل نزيف وهكذا، بنحتاج ان احنا نلجا الى جراحات معقده جدا، حاجه اسمها استئصال الجسم الزجاجي او فيتراكتومي. ودي الحقيقه احنا ما بنحبش ان احنا نوصل لها، ان حتى مع بعد اجراء العمليه النتائج من حيث حده الابصار مش مرضيه للعيان بتاعنا. فدايما نحاول نعالج بدري بان احنا نتابع مع الدكتور بتاعنا عشان نعرف حتى لو السكر مظبوط يا دكتور. حتى لو السكر مظبوط، وهي دي الفكره، ان حتى لو السكر مظبوط، وتظبيط السكر مش صعب، هو يعتمد على تظبيط اكل، مش ان انا ما اكلش. مريض السكر لازم ياكل 5 وجبات في اليوم بس طقات صغيره، ويمتنع عن اكلات معينه، ويظبط مع الدكتور السكر بتاعه الجرعات اللي هو محتاجها عشان مستوى السكر يفضل ثابت، ما يحصلش اي نوع من التذبذب في مستوى السكر في الدم، ان التذبذب ده هو اللي بيبوظ الشعيرات الدمويه اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. الحقن الدوائي بقى حقق طفره كبيره جدا جدا، وبيشكل يمكن عامل كبير او جزء كبير جدا من علاج مشاكل الشبكيه مع مرض السكر. ايه التطور اللي حصل فيه يا دكتور؟ المجتمع الطبي في العالم كله الحقيقه في ال 10 15 سنه اللي فاتت دول ركز تركيزه كله في الحقن الدوائي، لانه الحقن الدوائي ده هي الوسيله الوحيده اللي عندنا في 2017 ان احنا نحافظ على حده ابصار 6 على 6 عند مرضى السكر. اللي بيحصل ايه؟ في البدايه قبل ما بنخش في المراحل المتاخره، احنا قلنا الشعيرات دي بتتاثر، يبتدي مركز الابصار اللي هو الجزء الاساسي بتاع الشبكيه انه يحصل فيه التورم او الارتشاح، والارتشاح ده هو اللي بيؤدي الى الزغلله. الارتشاح او التورم ده لو ما اتعالجش من البدايه، التورم ده بيسبب ان نسيج الشبكيه ان هو يحصل فيه ضمور. واللي بيضمر منه ما بنقدرش ان احنا نسترجعه مره اخرى، ما ينفعش يرجعه تاني خلاص. فلازم نعالج الارتشاح ده بصفه بطريقه قويه جدا، بطريقه مباشره جدا وبسرعه. الحقن الدوائي ايه؟ الناس تقول لك حقن، ناخد حقنه في عينينا يا دكتور. ايوه، لكن الحقنه دي ارفع من شعره الراس، ان هي ما بتحتاجش اي نوع من البنج ان انت تاخدها، ان الحقيقه ما بيحسش بيها. يمكن زي كده يا دكتور باين قوي، هي مش باينه اساسا في الصوره من كتر ما هي رفيعه. هي رفيعه جدا ومفيش اي نوع من الم اثناء الحقنه دي. طبعا بنعملها في اجواء معقمه والعيان صاحي واول ما بنلقط او بنكتشف الارتشاح ده، لازم المريض ان هو يبتدي على الحقن دي، والحقن دي بتتاخد بشكل معين. هي بتاخد 3 جرعات الاول، ما بين الجرعه والثانيه تبقى مسافه شهر، دي بنسميها جرعات تحميل او اللودنج دوزز. بعد كده على حسب استجابه الشبكيه للحقن، يا اما بنوقف يا اما بنكمل. بس في كل الاحوال انا بقول لعيانيني، السكر عند حضرتك بقاله 10 سنوات او 20 سنه، مش هقدر اعالج مشاكل الشبكيه بتاعت حضرتك في يوم او في اسبوع، انا بحتاج من حضرتك سنه من المتابعه الشهريه. بنشوف، بنبتدي على العلاج الدوائي او الحقن الدوائي بتاعنا، اللي العيان بيحس بالنتيجه بتاعته من اول حقنه، النظر بيتحسن على طول، بيتحسن من اول حقنه، من اول حقنه، ويستمر في التحسن. ان لو المريض التزم بالكشوفات بتاعته عندنا ومتابعات مع الدكتور بتاعه، بنقدر ان احنا نرجع نظره لستة ستة، ونقدر ان احنا نحافظ على الشبكية بتاعته عمره كله. هل بعد الحقن يقدر يروح شغله؟ تاني يوم مباشرة. تاني يوم ما بنغطيش العين، العين بيحط قطرة في عينه لمدة 2 3 أيام، يقدر ان هو يمارس حياته كلها بشكل طبيعي من تاني يوم على طول. ومدة الحقن نفسها قليلة يعني؟ الحقنة بتاخد 5 دقايق.
5 دقائق من اول جميل. ما بنعقم وبنجهز العيان وبناخد الحقنه الموضوع كله 5 دقائق، الموضوع مش صعب خالص. وتاني باكد على المشاهدين ان هي مش حاجه مؤلمه، انا عارف الناس بتخاف، في خوف عند يعني الحقنه في العين، فالخوف بيبقى نابع من هنا يعني. هي زي ما قلت لك هي رفيعه لدرجه انها مش محتاجه بنج من كتر ما هي رفيعه. هي بتقفل الشرايين يا دكتور، الشعيرات الدمويه اللي باظت من السكر، هي بتعمل ايه الحقنه؟ بالظبط، هي بتقوي جداره وهي بتساعد الشبكيه انها تمتص الـ 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 التورم او الرشح اللي موجود فيها ده، فترجع الشبكيه لشكلها الطبيعي، وده اللي ده بيترجم الى التحسن في حده الابصار. يعني بتشتغل على حاجتين، على الشبكيه نفسها وعلى الشعيرات الدمويه كمان. بالظبط كده. ولكن دكتور الحقن الدوائي ده عشان نوضح مشاهدين اكتر لازم يكون في البدايه صح؟ بالظبط. بالظبط، يعني مع التشخيص المبكر مع العلاج المبكر. هو بيستخدم في جميع الاحوال في كل مراحل المرض. تمام. ولكن النتائج المبهره اللي احنا نقدر اللي مشجعانا ونقدر ان احنا نوعد عياننا بحده ابصار كويسه جدا بعد العلاج، لما العيان بيجي لنا في البدايه وبيلتزم بالمتابعات بتاعته وبالحقن اللي بياخدها دي لضمان احسن النتائج. هنا انا ممكن ادمج الاثنين، هل ممكن عيان ممكن يحتاج الاثنين، الحقن الدوائي والليزر؟ بالظبط، ممكن احيانا في مراحل معينه احنا بنعمل شويه فحوصات قبل ما بنبتدي العلاج بتاعنا، وعلى حسب التغيرات اللي احنا بنلاقيها في الشبكيه، يا اما بنبتدي بالحقن فقط، يا اما الحقن ومعاه برضو جلسات ليزر لعلاج الشبكيه. ده على مدار بقى متابعات على مدار السنه زي ما حضرتك قلت مثلا. هي بتبقى بدايه علاقه ما بين الطبيب وما بين المريض، وواحد لازم يهتم ان هو يشرح كل حاجه لعيانينه بشكل واضح عشان العيان يبقى عارف ايه هي خطه العلاج اللي احنا حاطينها. يبقى عارف ايه هو اللي يتوقعه، هيتابع ازاي، ايه اللي هو محتاج يعمله عشان خاطر نعرف ان احنا نعدي بيه لبر الامان، ونعرف ان احنا نعمل له او نحافظ على نظره طول العمر. هي ليها تقسيم يا دكتور؟ يعني مراحل تاثير السكر على الشبكيه، يعني انا فهمت كده ان شعيره دمويه بتبقى فيها ارتشاحات تبدا تطلع الدم ده موجود بره على الشبكيه، هل ليها مراحل؟ يعني هل بيختلف من عيان للتاني؟ بالظبط، هو زي ما قلنا ان السكر بيأثر على العين بالتدريج، في البدايه في مرحله اسمها بيبقى اعتلال الشبكي الغير تكاثري او التكاثري، خلاص؟ فالفرق ما بينهم ايه؟ ان هو المرحله الثانيه دي بيحصل ان في شعيرات دمويه بتتكون على سطح العين، الشعيرات الدمويه دي هي اللي شعيرات دمويه غير طبيعيه عشان بس جديده، يعني جديده جديده دي الجدار بتاعها بيبقى ضعيف الى درجه ان هي دي اللي بيحصل منها نزيف شديد جدا جوه الجسم الزجاجي اللي هو التجويف بتاع العين، وده بيسبب انخفاض حاد في حده الابصار. في نفس الوقت الارتشاح ده لما بيصيب مركز الابصار اللي هو الجزء اللي احنا بنعتمد عليه في الرؤيه، هو ده اللي بيسبب الزغلله والبقع السوداء في الصوره اللي احنا كنا وريناها للمشاهدين من شويه. وفي كل المراحل دي نقدر نستخدم الحقن الدوائي، وفي المراحل المتاخره اكتر شويه بنستخدم الليزر، والمراحل المتاخره قوي الحل الجراحي. الحل الجراحي اللي احنا مش عايزين ابدا ان احنا نوصل له مع عياننا. يعني اول حاجه، يعني اول حاجه يبتدي يشتكي منها، لان انا عايز النقطه دي مهمه جدا لمرضى السكر، اول حاجه يعني واحد في بدايه خالص هيحس بايه؟ هياخد باله من حاجتين. هياخد باله من ان هو حتى لو هو بيلبس نظاره، يعني كان نظاره مسافات او نظاره قرايه، هلاقي ان حده الابصار بتاعته مش زي الاول. قاعد بيتفرج على التلفزيون مش عارف يقرا النشره الاخباريه مثلا. قاعد بيقرا في الكتاب بتاعه حاسس ان الخطوط معوجه او معرجه ومش عارف ان هو الكلام سايح. دايما دكتور الشكوى بتقول انا حاسس ان الكلام سايح. الكلام سايح. دي كلها اعراض اوليه في بدايه الاعتلال الشبكي السكري او الارتشاح اللي بيحصل في مركز الابصار. ولازم مريض السكر ان يعود نفسه ان شاء الله بره في الاسبوع يوم الجمعه وهو قاعد في البيت ان هو يختبر نظر، يغمض عين ويغمض العين الثانيه ويشوف لو في اي مشاكل او في اي تغيير حصل في حده الابصار. والاهم من ذلك ان هو يعود نفسه ان شاء الله مره في السنه من يوم ما يتشخص بمرض السكر زياره لدكتور العين. زياره بتاخد ثلث ساعه. نعرف نبص على الشبكيه، نعرف ان احنا نقيس نظر، نعرف ان احنا نشوف ايه اللي احنا محتاجين نعمله، لو ما فيش اي حاجه بنقول لعيالنا تعالى لنا بعد سنه، لو لقينا ان في اي تغيرات نعرف نعالج على طول، نعرف ان احنا نحافظ على الشبكيه والدنيا كلها. بالظبط. طيب هو ممكن دكتور مرض السكر ياثر على شبكيه العينتين ولا ممكن عين وعين؟ هو دايما بياثر على شبكيه العينتين، ولكن ممكن يبقى في فرق ما بين مدى تاثر الشبكيه بتاعت العين دي عن العين الثانيه. ولكن عشان هو مرض بيسيب الجسم كله ومرض مزمن، فهو بالضروره ان هو ياثر على العينتين الحقيقه. هل حصل تطور في فكره الماده نفسها اللي بتحقن؟ هل حصل على مدار الفتره الحقن الدوائي؟ انت حضرتك بتقول انه شكل طفره في علاج اعتلال الشبكيه ومشاكل الشبكيه، هل في تطور للماده نفسها اللي بتتحقن؟ طبعا ده اللي بيسموه بايو انجينيرنج. بايو انجينيرنج ده يعني ده بحث علمي بيجرى في العالم كله، بيصرف عليه بلايين الدولارات
عشان يطوروا الموليكيولا اللي احنا بنحقنها جوه العين. موليكيولا دي معقده الى درجه كبيره جدا، وحصل تطور بالفعل على مدى الكام سنه اللي فاتوا دول. ابتدينا بحقنه اسمها الافاستين، دي كانوا بيستخدموها اولا في الاول لعلاج السرطان، وبعد كده لقوا انها الناس اللي كانوا بياخدوها للسرطان وعندهم سكر ان نظرهم بيتحسن، فطوروا من الموليكيولا وعملوا كده يعني عملوا بالظبط، طوروها الموليكيولا ثانيه اسمها اللوسانتس كويسه جدا. واخر التطورات هي حاجه اسمها ايليا، دي ما بلاقيهاش كتير في العالم كله. والحقيقه النتائج بتاعت كل واحده من الحقن دي في تحسن مستمر، وانا متاكد ان في العشر سنين اللي جايين دول هيستمروا في التطور لحد ما فعلا نعرف نعالج العين ونحافظ على نظر عيانينا بشكل كويس خالص. يعني ممكن يتوصلوا ان يكون الحقن مره واحده، مش مثلا ثلاث مرات بين كل مره ومره شهر؟ هم اللي بيحاولوا يعملوه ان هم بيحاولوا يعملوا دلوقتي جهاز صغير بيحقن جوه العين ويقعد يفرز الماده الفعاله دي على مدار 6 اشهر. جميل. ولكن لسه الدواء ده مش متاح يعني. لسه مش متاح. هي موجوده في طور البحث يعني؟ هي في البحث، هم شغالين عليها وان شاء الله هتبقى موجوده لعينينا في وقت قريب ان شاء الله. هل في مسكن اثناء الحقن الدوائي؟ هل بيتحط فيه مسكن في العين؟ بنحط قطره بينج عشان بس تنمل سطح العين، وزي ما قلت لحضرتك العين ما بيحسش بالشكه نفسها يعني. تيم العين هو صاحي، ممكن لو حضرتك بتتكلم معاه هيتكلم عادي يعني. بتكلم معاه. تمام. طيب في اي توصيات بعد الحقن؟ الحقيقه هي القطره اللي هي المضاد الحيوي اللي بنحطها لمده كام يوم، ولكن انا بقول لعياني ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي، يرجع البيت يتفرج على التلفزيون، يغسل وشه بميه وصابون، يصحى الصبحيه ياخد عربيته ويروح شغله ويمارس حياته بشكل طبيعي. ولكن دايما باكد عليهم ظبط سكرك، روح لدكتور السكر بتاعك. دي نصايح بقى لمريض السكر نفسه. طبعا طبعا طبعا. هو المشكله لسه الوعي هنا مش ما اكتملش. الناس لسه فاكره ان هم يبطلوا اكل وياخدوا العلاج من غير ما يحللوا سكر. طبعًا السكر طبعًا محتاج يتحلل يوميا طبعا او كل يومين عشان نضمن ان مستوى السكر ثابت. مع المتابعه الدوريه لدكتور الرمد او العيون ودكتور السكر بتاع المريض نعرف نحافظ على صحه المريض الى الابد. هتبقى زيارة سنوية يعني، الموضوع زيارة مش محتاج سنوية. يعني زيارة سنوية لطبيب العيون تغنيك بقى عن المشاكل كلها، تغنيك عن كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها دي. نورتنا دكتور ريحان، تكلمتنا النهاردة عن الحقن الدوائي، طفرة مهمة جدا، والأبحاث كمان اللي هتتم إن شاء الله في الفترة اللي جاية. دكتور عمر قال في إن شاء الله يكون في نتائج هايلة من خلال الحقن الدوائي لعلاج أمراض الشبكية الناتجة عن تأثير مرض السكر على العين. كان منورنا النهاردة دكتور عمر برادة، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة القصر العيني، زميل كلية الملكية لطب وجراحة العيون بلندن، زميل البورد الأوروبي لطب وجراحة العين باريس، زميل معهد الجراحات الدقيقة للعين ببرشلونة. نورتنا دكتور. نورتنا وما تأخرش علينا دكتور. ميرسي يا دكتور أحمد، شكرا ليك، شكرا لزوقك. مشاهدينا بكده بتكون انتهت فقرتنا، انتظرونا فقرات مميزة من برنامجكم طبيب الحياة، إلى أن نلقاكم دمتم في رعاية الله. مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، أهلا بيكم فقرة جديدة، فقرة مميزة جدا من طبيب الحياة. كلنا عارفين أن السمنة من الأمراض الخطيرة جدا اللي بتسبب مشاكل كتير، مش بس كمرض ولكن مضاعفاتها أكتر، بتسبب أمراض كتيرة قوي. فناس كتير بتعمل رجيم من نفسها لمجرد أن هي قريته على النت أو سمعته من حد من صحابها، وللأسف الرجيم ده ما بيجيبش نتيجة معاهم، وممكن كمان يزيدوا في الوزن أكتر، لأنه يعني بالطبيعي أو المنطقي أن هو مش رجيم بيناسبهم الجسم ده، أو سواء بيعانوا من أمراض تانية. النهاردة فقرتنا مهمة ليه، هنتكلم عن كل ما يخص الرجيم والنظام الغذائي السليم المتوازن، وبيناسب مين وما يناسبش مين. وزي ما عودناكم هنا في طبيب الحياة ان احنا بنقدم افضل الاطباء في جميع التخصصات، معنا النهاردة ومنورنا الاول مرنا في استوديو طبيب الحياة دكتور مصعب ربيع السعيد، استشاري العلاج الطبيعي وإذابة الدهون، وايضا دكتوراه العلاج الطبيعي جامعة القاهرة ومدرس العلاج الطبيعي جامعة 6 اكتوبر. اهلا بيك يا دكتور مصعب ومنورنا في استوديو طبيب الحياة. اهلا بيك يا انجي، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين كلهم. اهلا بيك. زي ما قلت في الانترو دكتور مصعب، الموضوع كبير قوي وفي ناس بتستخف بيه لدرجه ان هي لو قرت معلومه على الانترنت عن موضوع الرجيم فتستخدمها فبيجي معاها بالعكس، او سمعت من صاحبتها او صاحبتها تبعت رجيم معين فجاب معاها نتيجه فجي معاها بالعكس. ايه سبب فشل الرجيم؟ عايزين نعرف كل المشاهدين.
نقطة مهمة جدا جدا ان احنا لازم نتعامل مع السمنة ان هي مرض. السمنة ديت يعني لما ناخد الكونسبت ان هي ده مرض يبقى المرض ده لازم نروح لدكتور عشان نبدأ ان احنا نتعامل معاه بطريقة علمية. خلاص، لان في دواء ممكن يناسبك، الدواء دوت انا لو خدته يعمل لي مضاعفات. فهو في اسباب لفشل الرجيم ديت انا هقدر اقسمها الى في جزء منها بيكون بيخص المريض والتلات اسباب بيخصوا الدكتور نفسه. يعني الدكتور ممكن يكون هو من ضمن اسباب فشل الرجيم وممكن يكون المريض نفسه هو ضمن سبب فشل الرجيم. نمسك السبب بتاع المريض. المريض دوت يروح لحد غير متخصص، يروح لجيم، يستخدم زي ما انت قلتي في المقدمه دايت لحد سمع عنه او دايت نفذه شخص وجاب معاه نتيجه استخدمه انا ما يجيبش معايا نتيجه، يبقى ده كل دي اسباب بترجع للمريض نفسه. والمشكله ان الاسباب ديت بتخلي المريض يفشل ويمل ويجي له كونسبت او يجي له فكره ان انا مش هقدر اخس، او انا كده خلاص عندي مشكله مش هعرف اخس، يبدا ياكل اكتر ويبدا يدخن اكتر. يبقى لازم نتوجه للمتخصص ونتعامل مع موضوع السمنه ان ده مرض يجب ان احنا ناخد العلاج المناسب ليه، لان بيختلف من شخص الى اخر. يبقى ده المريض، دي اسباب اللي هي جايه على المريض. الدكتور بقى والطبيب. ثلاث اسباب. اول سبب منهم عدم دراسه حاله المريض. احنا لما بيجي لنا حاله عشان عايزه تخس لازم اشوف الوزن وقيم الحاله بطريقه علميه، اشوف الوزن دوت جاي دهون قد ايه وعضلات قد ايه وسوائل قد ايه، اشوف الحاله الصحيه للمريض، تاريخه المرضي ايه، هل بياخد اي ادويه ولا لا. لان لما بعرف يعني حاله المريض ديت كلها واقيمها بطريقه علميه بقدر اعرف الاسباب بتاعه السمنة. يبقى أول حاجة تقييم الحالة بطريقة علمية، اللي هو التشخيص، يعني التشخيص واخد وقت كويس جدا جدا في المقابلة مع العيان على أساس أن أنا أقدر أعرف تفاصيل حياته إيه ومكونات جسمه إيه، دي هتديني مؤشر إلى أن أنا أعرف تاني حاجة سبب السمنة إيه. لأن سبب السمنة مش كله بيبقى أكل، في بعض الأسباب بتبقى أسباب عضوية. الأسباب العضوية ديت هي اللي بتقلل من معدل الحرق وهي اللي بتزود من اختزان الجسم للدهون، يبقى أقدر أحدد السبب. تالت سبب أن أنا لازم أبقى واضح وصريح جدا مع الحالة، ما اقدرش اديله اوهام ان انت هتخس بسرعة، ان انت لازم اديله توقعات واضحة جدا عشان ما يصابش بالملل، وابقى واضح وصريح معاه انت هتخس في فترة قد ايه وايه المشاكل اللي عندك وهنقدر نعمل بروتوكول علاجي عامل ازاي. ما نوهمش المريض، ما نوهمش المريض بسرعة، ده انت هتخس في شهر، ده انت هتوصل للصورة اللي انت عايزها. ما استغلش ضعف المريض او رغبة المريض في الحصول على الوزن أو الشكل المثالي إن أنا أديله وهم كاذب. يبقى دي التلات أسباب، التشخيص الكويس جدا جدا ودراسة حالة المريض عشان أقدر أعرف سبب أسباب السمنة، وأبقى واضح وصريح جدا مع المريض عشان ما أديلوش وهم أقول له إن أنت بعد شهر هتخس، يعدي الشهر دوت وما يلاقيش إن هو وصل للنتيجة اللي هو كان عايزها يصاب بالإحباط. فديت بتبقى مشكلة برضو خطيرة جدا جدا. طيب دكتور مصعب، بنشوف ناس كتير بتنزل في الوزن بسرعة، وده صحي؟ وهل نظام النوع الواحد ان انا اكل طول اليوم حاجة واحدة، تفاحة واحدة، او اشرب على طول شاي اخضر مثلا، ده برضو بيكون صحي للجسم ولا لا؟ ده مضر جدا جدا جدا. النزول السريع مضر جدا جدا، ان انا انزل العيان بسرعة. لان برضو عايز اقولك على حاجه انجي، الموضوع مش موضوع رقم، مش موضوع مثلا ان انا واحد وزنه 100 عايز اوصله ل 70 يوصل لل 70 وخلاص بعد كده يرجع تاني. الموضوع موضوع ان انا اوصله بطريقه سليمه لل 70 عشان يقدر يثبت على الوزن دوت. ومهم قوي الثبات يا دكتور، مهم جدا، ده اهم. عشان كده لازم أمشي العيان على نظام ينزل بصورة تدريجية نوصل للسبب الفعل اللي زود العيان دوت في الوزن عشان نصلحه. عامل الوقت بيبقى مهم جدا بالنسبة لي عشان الجسم يعتاد على الأكل السليم، يعتاد على الكميات السليمة والمظبوطة، أقدر أعود الجسم على نمط حياة سليم وصحي. الموضوع مش أن أنا أوصل لوزن وارجع له تاني وارجع أزيد تاني. لازم أنزل العيان وانا واخد بالي جدا من مكونات الجسم الاساسيه، انزل العيان وانا باكله. يعني لازم العيان يمشي على نظام دايت
مناسب لحالته الصحيه ويبقى فيه اكل جميع انواع الاكل اللي موجوده في الهرم الغذائي عشان الجسم يستفاد. احنا بنبوظ حاجه ثانيه بالظبط. عشان كده لازم ان انا ادخل العيان في نظام يبقى فيه البروتينات والنشويات ومنتجات الالبان والفيتامينات والمعادن والفيتامينز والسوائل كل الحاجات ديت. انا باكل العيان في نظام الدايت اكتر من الاكل اللي بياكله وهو وزنه زياده. قوي يا دكتور المشاهدين دلوقتي مهم جدا. فان انا امشي العيان على مثلا نظام فاكهه بس او نظام من غير نشويات ده مضر جدا جدا وبيصيب العيان دوت بامراض فتلاقيه بيخس وايه وبيبقى عنده مشاكل. خد بالك من نقطه ان الشخص اللي بيعيا احنا عندنا مفهوم ان الشخص اللي بيعيا بيخس ففي فرق بين ان انا اخسسه ويعيا وفي فرق بين ان انا اخسسه وجسمه سليم وهي ديت التوازن اللي احنا بنعمله. عشان كده لازم الشخص اللي وزنه زياده يروح لمتخصص على اساس ان هو ابقى باكل العيان او اكل الشخص واديله كل الاحتياجات اللي الجسم محتاجها ومع ذلك هو بيخس. فدايما بتلاقي الشخص بعد كده بديله ورقه الدايت واديله نظام الحياه يقول لي ده اكتر من الاكل من اللي انا باكله اصلا. طبعا لازم استشاره الطبيب. ما هو مش اي حد هيعمل حاجه يا دكتور ويجيب نتيجه معاه من غير مضاعفات سلبيه. بالظبط. دكتور مصعب بستاذن حضرتك لان في مفاجاه هنروح للمشاهدين نشوف تقرير من داخل مركز دكتور مصعب والمفاجاه بقى ان المريضه دي نزلت في الوزن 73 مريض مريض انا سمعتها مريض نزل في الوزن 73 كيلو. نروح نشوف التقرير نرجع مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي محمود يوسف. انا كان وزني 147 كيلو قبل ما اجي مركز الكرمه هنا. كنت بعاني من مشاكل كتير طبعا منها الزياده طبعا المفرطه في الوزن بالاضافه لمشاكل في اليوريك اسيد ارتفاع في الكوليسترول طبعا بالاضافه لمشكله الرئيسيه اللي هي ارتجاع المريء والحموضه اللي بقت في الفترات الاخيره اللي هي ما قبل الدايت كانت لا تتوقف. جربت جميع الأدوية رحت لكذا دكتور اللي كلهم أفادوا إن الموضوع إن لازم أبتدي بنظام غذائي سليم. جيت هنا مركز الكرمة صراحة الاستقبال كان أكتر من رائع. كان استقبال ممتاز من أول يوم دخلت في مركز الكرمة وقابلت دكتور مصعب حتى يومنا هذا بدأ يسألني على أسلوب حياتي عدد ساعات شغلك عدد ساعات نومك أسلوب حياتك اللي انت متبعه. بعد كده دكتور مصعب قال ان احنا هنبدأ نظام الدايت على مرحلتين. المرحلة الاولى هي مرحلة الدايت. المرحلة التانية موضوع الاجازة. مرحلة الدايت دكتور مصعب بينظم لي فيها موضوع الاكل اللي هو كالاعتقاد الخاطئ عند معظم الناس ان انت بتعمل دايت معنى كده ان انت بتعيش في حاله حرمان ان انت ما بتاكلش ان انت بتبقى جعان على طول. الكلام ده ما حسيتهوش خالص في نظام الدايت بتاع دكتور مصعب اللي انا دلوقتي بسميه اللايف ستايل. الجزء الثاني كان جزء الاجهزه واللي دكتور مصعب افاد ان احنا بمجرد ان احنا بنبتدي فيه احنا بنعمل ري شيبنج للجسم علشان الموضوع يبقى ماشي كويس في موضوع الترهلات والكلام ده كله. الحرفيه مع دكتور مصعب كانت في هو ازاي يحول حياتك من الان هيلثي فود والجانك فود وكل العادات السيئه اللي انت او اللي انا كنت بستعملها لللايف ستايل الجديد او طريقه الهيلثي فود دي. أنا حسيتها دلوقتي دكتور مصعب كان بيمشي معايا بالتدريج وبالراحة من غير ما يحصل أي ديستربنس للدايت وفي نفس الوقت بيحولني من غير ما أحس للأسلوب الجديد. أنا دلوقتي بقى وزني 80 كيلو مستمر مع دكتور مصعب. مبسوط طبعا باللي أنا وصلت له. بشكر طبعا دكتور مصعب اللي هو بذل معايا مجهود كبير. المركز هنا بذل معايا مجهود كبير. كان فعلا دكتور مصعب لما انا بخس كاني شايفه هو اللي بيخس فعليا. كان بيبقى معايا خطوه بخطوه بيوجهني
قدر فعلا يحول يغير اسلوب حياتي في واحد انا كنت بعتبر نفسي واحد من الناس مستحيل ان انا كنت اخس او اوصل للشيب ده. فيعني شكرا مركز الكارما على المجهود. شكرا ليك حق فعلا. شكرا دكتور مصعب. اكيد والمركز يا دكتور ده انا مصدقتش يعني. انا لما قالوا لي في مفاجاه اوكي ماشي يلا نشوف، بس ان واحد الوزن ده وينزل ويبقى بني ادم تاني اتغيرت. بصي بصراحة دي حاله فعليه موجوده في المركز لحد النهارده. البشمهندس محمود كان خد قرار، وهي دي نقطه مهمه جدا جدا انا بركز فيها، ان موضوع انقاص الوزن انا بحب ابدا بيه من هنا مش من المعده ولا من البق. يعني هو ده قرار. الراجل مشغول جدا بس خد قرار، مشغول في شغله، خد قرار ان هو هيتحدى كل المصاعب اللي ممكن اي حد يحط شماعات عليها. ده انا مشغول ما عنديش وقت، ظروفي لا تسمح. البشمهندس محمود ابتدى معايا في شهر 8 2015. قعد من شهر 8 2015، قعدنا 8 شهور ونص لحد شهر 5 2016. ابتدى معايا وزنه 147 كيلو من شهر 8 2015 لحد شهر 5 2016. وصلنا الى 91 كيلو، يعني فقدنا 56 كيلو مع التزامنا بدايت وغيرنا نمط الحياة الصحي، دخل في نمط حياة صحي بطريقة اكل سليمة، اقتنع باللايف ستايل السليم، حس بفرق. طبعا شايفين الصورة على الشاشة قبل وبعد فظيعة، يعني حس بفرق بمشاكل صحية كان بيعاني طبعا بيها قبل، و راحة المشاكل دي بعد، لأن إنقاص الوزن ليس للشكل بس، ده للصحة صحة. خلاص بعد كده من شهر 5 2016 لحد شهر 10 2016 خلاص نزل من 91 كيلو لحد 74 كيلو خلاص بمجرد التزامه بالنمط الحياة السليم بدون حرمان من نوعيات أكل معينة. المعدة تعودت خلاص على الأكل اللي بتدخل لها كله أكل صحي، لأن المعدة ديت إحنا اللي بنعودها على حجم الأكل اللي بنقدر ناكله. فنزل زي ما بقولك من شهر 5 2016 لحد 10 2016 من 91 ل 74، فتوتال النزول يعتبر في سنة خلاص. توتال النزول في سنة لو جيتي حسبتي السنة كل شهر في 4 أسابيع، يعني احنا بنتكلم في 48 أسبوع بمعدل في الأسبوع بننزل من كيلو لكيلو ونص. فدي نقطة مهمة جدا، ان احنا الشخص اللي بيبدأ النهاردة عملية الدايت بيجي يقولك انا بنزل كيلو بس في الأسبوع، انا بنزل كيلو ونص في الأسبوع. ده يرجعنا للسؤال اللي سألتولي قبل ما نشوف التقرير، هل عملية الاستعجال في النزول ديت مطلوبة ولا لا؟ مش مطلوبة خالص، لأن عملية إنقاص الوزن عملية أكيميليتيف، عملية تراكمية. عملية الوقت فيها مهم جدا جدا، لأن احنا ما تخناش في يوم وليلة. البشمهندس محمود خس بدون جراحات، بدون بلونة. أي دكتور في ناس عندهم يعني فوبيا من الجراحة وبيخافوا من غرفة العمليات، فإنه ينزل شايفين الوزن كان قد إيه وصحته كويسة بالظبط. لأن الطريقة العلمية بتقول إن إحنا ما نقدرش ندخل نخش جراحات إلا بعد فشلنا في الدايت. فلازم نبدأ الأول بنظام حياة سليم وبنظام دايت سليم. لو خسينا هنوصل لنتيجة كويسة جدا جدا زي ما احنا شايفين، بدون أي جراحة، بدون استخدام بالونة. عملية ثقافة وعملية قرار وعملية تغيير فكرة. عشان كده دايما بقول ان احنا بنبدأ بالعقل، اقتنع بالفكرة وما تبصش تحت رجليك ان انت في الأسبوع خسيت كيلو ولا كيلو ونص. بتختلف من شخص إلى آخر، بس العملية عملية استمر طبعا الاستمرار. دكتور مصعب هنكمل كلامنا بس هنطلع لفاصل صغير نرجع مرة تانية، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية دكتور مصعب منورنا. دكتور مصعب امتى بتعتبر الحالة نجحت حتى لو وصلت للوزن المثالي من وجهة نظرك؟ يعني
الموضوع عندي اعتبر الحالة نجحت في عملية انقاص الوزن، عندي ثلاث حاجات مهمين جدا. الموضوع مش الوزن بس، الموضوع الوزن والشكل، لازم يوصل لوزن اللي احنا عايزين نوصل له. ممكن يكون الوزن الواقعي، وده بيكون مش اللي هو الوزن المثالي، ممكن يكون ازيد من كده شوية. الوزن الواقعي والشكل المطلوب، اجزاء الجسم تبقى متناسقة كلها مع بعض، عشان لما الشخص بيحب شكله بيقدر يحافظ على الحاجة اللي وصلته للشكل دوت. رقم اتنين، ان يكون كل المشاكل الصحية اللي كان بيعاني منها وهو وزنه زيادة اختفت، بجانب ان ما يكونش عنده اي مشاكل نتيجة انقاص الوزن. رقم تلاتة، ودي المهمة جدا، ان الشخص يبقى اعتاد على نمط الحياة الصحي السليم. البشمهندس محمود زي ما بقولك لحد وصل للوزن اللي احنا عايزينه في 10/2016، لحد الأسبوع اللي فات كان عندي في العيادة بيعمل متابعة وهو محافظ على الوزن اللي احنا وصلنا له، لأن خلاص مشي على نمط الحياة السليم ونمط الحياة الصحي. أنا كده بقى مطمن على الحالة ديت إن هو مستحيل إن هو يرجع لوزنه الزيادة، لأنه ماشي على نمط حياة سليم وصحي ومتوازن ومحافظ على وزنه، وكل المشاكل الصحية اللي كانت عنده اختفت طبعا. وما عندهوش مشاكل صحية نتجت نتيجة انقاص الوزن، لأن احنا كنا ماشيين بصورة تدريجية، بصورة صحية. علمية، بصورة صحية، صح، وده المهم. مدين الجسم كل ما يحتاجه. طيب في ريجيم يا دكتور ممكن ينزل مناطق معينه؟ يعني في ريجيم ممكن يعالج لي السمنه الموضوعيه مثلا كرش؟ لا، ما هو عندي في السمنه بتنقسم لنوعين، سمنه الجسم بالكامل وسمنه موضعيه. يعني الدهون اللي موجوده ديت لازم بعرف كميتها قد ايه ومتوزعه في الجسم ازاي. في مناطق بتبقى فيها كميات دهون اكتر من مناطق معينه، دي لازم اشتغل عليها باجهزه تفتيت واذابه الدهون. يعني لازم يبقى السمنه الموضعيه، ما فيش حاجه اسمها الدايت دوت بينزل منطقه البطن او الدايت ده بينزل منطقه الارداف. انا عندي الدايت بيشتغل على الجسم، الدهون اللي موجوده في الجسم كله. لو الدهون متوزعه بصوره غير متساويه، يبقى بشتغل باجهزه تفتيت الدهون من اول يوم، على اساس في الاخر اوصل للوزن السليم والشكل السليم. طيب في تحضيرات او بتهيئ المريض نفسيا ازاي قبل ما تقول له نظام غذائي؟ واحد كان بياكل مثلا 4 رغيفة مثلا عيش ولا حاجه، ولا رز ومحشي والحاجات دي كلها، بتهيئه ازاي؟ التحضيرات ما قبل الرجيم دي بتبقى في الكشف، بنشوف الدهون قد ايه، وبنشوف السوائل قد ايه، وبنشوف الاملاح قد ايه، وبنبدا نشوف معدل الحرق قد ايه. في بعض الحالات بنحتاج ان احنا نحضر الحاله من خلال ان احنا نعمل شوية تحليلات، زي مثلا تحليلات للغدة، تحليلات لصورة الدم الكاملة، على اساس ان لو عنده مشكلة عضوية يجب ان احنا في الاول اعالج المشكلة العضوية ديت، على اساس ان انا احضر العيان ان هو يبدأ في عملية انقاص الوزن، عشان تكون استجابته للدايت هي الاستجابة المتوقعة. يعني في فحوصات بتتم قبل؟ في فحوصات بتتم، بس ديت بتبقى بنحتاج ان انا في الاول اشوف معدل الحرق بتاعه، هل هو طبيعي ولا هل هو اقل من الطبيعي. لو اقل من الطبيعي بنبدا نعمل تحاليل على اساس ان احنا نبدا نشوف ايه الاسباب العضويه اللي خلت معدل الحرق يبقى اقل من الطبيعي، على اساس ان انا يوم لما ابدا بالدايت يجيب نتيجه كويسه. الموضوع حاله صحيه كامله، مش شكل بس، حضرتك ما بتهتمش بالشكل، مش شكل بس. دكتور مصعب للاسف في اسئله كتير قوي، بس الوقت انتهى، هتجيلنا تاني ان شاء الله بقى، ومعاك اكيد باشمهندس محمود. نشكرك جدا، كنت منورنا في طبيب الحياه، كان منورنا لاول مره في طبيب الحياه، وان شاء الله ما تكونش اخر مره. دكتور مصعب ربيع السعيدي، استشاري العلاج الطبيعي واذابه الدهون، وايضا دكتوراه العلاج الطبيعي جامعه القاهره، ومدرس العلاج الطبيعي جامعه 6 اكتوبر. استنونا ان شاء الله فقرات جديده من طبيب الحياه، احنا كل يوم معاكم من السبت للخميس. الى اللقاء. We'll be right back.